اوعي يا باشا تكون عرفت حاجة عن اللي بيننا. عن اللي بيننا؟ أنت مجنونة يا ست أنت ولا إيه؟ هو اللي بيننا؟ لا قصدي الاتفاق اللي بيننا. وأنت ما شاء الله عملتي بالاتفاق اللي بيننا ده قوي، كل شهر بتاخدي اللي فيه نصيب، صح ولا لأ؟ عملتي إيه بيه؟ حذرتيني؟ نبهتيني؟ أقسم بالله إن أنا مربية لها الرعب منك، بدليل إنها عمرها ما هوبت ناحيتك. وهي هوبت يا أختي. هوبت ناحيتي وبتفتش ورايا انا وعيالي، عملتيني ايه بقى؟ وحياه ولادي ما اعرف. انت ما تعرفيش ان انا بشتغل في المدرسه بتاع بنتي؟ بصراحه قالت لي. طب ما كنتش تعرفي ان هي اللي جات لي النادي وكلمتني في الحوار بتاع بنتي التانيه ومشاكلها مع جوزها والقرف ده؟ اه وقالت لي على دي كمان. وايه كمان ان شاء الله قالته لك وانت ما قلتهوليش؟ لو انت كنت فطنتيني ان هي اللي جت النادي وعملت الحوار ده كنت وفرت عليا بلاوي. بص يا باشا الصراحه بقى انت اللي غلطان، انت عمرك ما سالتني على اسمها ولا شفت لها صوره ولا عرفت حاجه عنها ولا حتى سالتني بتشتغل فين. انت ايه يا اختي التمثيليه دي؟ واسال عنها ليه؟ هي بنت اهلي اعرفها من ايه؟ انت مصدقه كلام امك؟ مصدقه انها بنتي؟